بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أروقة رمضان وموعدنا اليوم أيضا مع واحد من أعظم رجال الإسلام في كل تاريخه هذا الرجل الذي كان عهده هو ذروة التاريخ الأندلسي وقمته وموعدنا مع رجل كانت شخصيته مجمعا للمواهب والقدرات فهو رجل سياسة وحرب ورجل علم وحضارة غزا نحو من ستين غزوة فلم يهزم في واحدة منها قط ووصلت فتوحاته حيث لم يصل أحد قبله من الفاتحين واستمرت هيبته في قلوب أعدائه بعد موته بسبعين سنة موعدنا اليوم مع الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر صاحب الدولة العامرية بالأندلس ومؤسسها والرجل الذي أجل دخول الأندلس في مرحلة الضعف لنصف قرن على الأقل وقد مات اشرف ميتة مات عائدا من الجهاد في مثل هذا اليوم 27 رمضان من عام 393 للهجره كانت عادته انه اذا عاد من المعركه نفض تراب ثيابه ثم جمعه في قاروره لكي تدفن معه فتشهد له بالجهاد في قبره وعند ربه ولما دفن كتبوا على قبره يعني بيتين من الشعر يعبران عن خلاصه حياته ويعبران ايضا عن خلاصه تفجع الناس فيه. كتبوا اثاره تنبيك عن اخباره حتى كانك بالعيان تراه تالله لا ياتي الزمان بمثله ابدا ولا يحمي الثغور سواه. ويعني لعل الشاعر الذي انشد هذين البيتين كان ذا نظر سياسي ثاقب فبالفعل ما هي الا سنوات يعني سبع سنوات فقط بعد موت المنصور بن ابي عامر وتوفي 393 عند 400 كانت بدأت الأندلس رحلة الإنهيار والانحدار والهبوط، وبالفعل لم يتكرر المنصور منذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة. وأنا شخصياً على طول قراءتي في التاريخ لا أعرف شبيهاً للمنصور بن أبي عامر في مواهبه في كل التاريخ الإسلامي، طبعاً يعني من بعد عصر الأمويين، وربما حتى من بعد الخلافة الراشدة. لما ضعفت الأندلس ودخلت في رحله الهبوط استولى الصليبيون على مدينه سالم المدينه سالم دي هي المدينه التي كانت منطلق الجهاد في عصر القوه الاندلسيه فالفونسو السادس اراد ان يذل السفراء المسلمين القادمين عليه من ملوك الطوائف يعني الاندلس كانت دخلت في عصر ملوك الطوائف فبعض هذه السفارات كانت الفونسو السادس الملك القشتالي القوي وصاحب اول استرداد بتعبيره هو للمدن الاندلسيه وبالفعل استطاع ان يسقط طليطله اول الديار الذاهبه من المسلمين. هذا هذا الرجل الفونسو السادس جعل موضع لقائه مع السفراء عند قبر المنصور بن ابي عامر وجلس على القبر يعني اتخذ من القبر مجلسا له. فأحد هؤلاء السفراء لم يملك نفسه فاندفع يقول والله لو تنفس صاحب هذا القبر لارتعدت منه وما سمع منك ما يكره ويقولون فيعني في ارتج يعني هذا الفصل السادس صارت رعدة في جسده وكاد يبطش بهذا السفير بالفعل فيعني رحم الله من استمرت هيبته في نفوس العدو بعد سبعين سنة من موته قصة المنصور يعني هي واحدة من قصص النجاح العصامية الفريدة عبر التاريخ، هو نشأ شابًا عاديًا في ريف الجزيرة الخضراء، ريف الجزيرة الخضراء ده مكان في أقصى الجنوب الغربي من الأندلس. وبلغ كل ما بلغه بجهده وبذله ومواهبه لا ما لم يكن معه لا عشيرة ترفعه ولا قوة تحميه. فلذلك هي قصه ملهمه حتى لكل شاب طموح ولكل سياسي في مقتبل العمر. محمد بن ابي عامر هو ينحدر من قبيله معافر وهي من القبائل التي اعتزلت السياسه منذ وقت طويل وهو نفسه يعني هو محمد بن ابي عامر ادرك وهو في بدايه فتوته انه لن يبلغ شيئا في قريته هذه فغادر ريف الجزيره الخضراء وذهب إلى قرطبة العاصمة الأندلسية المشهورة بدل العاصمة الأوروبية بل أحد عواصم العالم وهناك أقبل على العلم والدروس في جامع قرطبة وبعد ذلك اتخذ يعني مكانا قريبا من قصر الزهراء، قصر الزهراء في ذلك الوقت كان قصر الحكم الأموي و يعني هو اتخذ مكانه لكي يكتب فيه العرائض لذوي الحاجات يعني من اراد ان يشتكي شكوى من اراد ان يرفع رساله الى الخليفه تهنئه تعزيه ونحو هذه الامور فكان يكتبها عنه فما لبث ان لفت الانظار ببلاغته وفصاحته فبالتالي من هنا نشأت بينه يعني وبين الفتيان الصقالبة الفتيان الصقالبة نستطيع القول أنهم الآن يشبهوا الحرس الجمهوري يعني كانت الدولة الأموية في ذلك الوقت تستخدم هؤلاء كعناصر الحرس الجمهوري فنشأ بينه وبينهم علاقة لأنهم كانوا يعني يقدمون تهاني أو تعازي أو يعني مدائح للخليفة أو ما شابه ف يعني من خلال علاقته بالصقالبه ومن خلال علاقه قديمه كانت لابيه مع وزير من الوزراء استطاع ان يدخل الى سلك يعني سلك الدوله او جهاز الدوله فبدايه بسلك القضاء دخل معاونا لقاضي قرطبه ولما عاون قاضي قرطبة لفت إليه النظر بذكائه وقوة علمه أيضا فهذا القاضي أوصى به عند الحاجب المصحفي الحاجب المصحفي الحاجب في ذلك الوقت يشبه أنه يبقى رئيس الوزراء في النظم الرئاسية الآن فهذا الحاجب المصحفي اتخذه عاملا عنده مشرفا على أملاك ولي العهد الصغير كان في ذلك الوقت ولد ولي عهد في سن صغيرة فأملاكه تحتاج إلى تدبير ورعاية فكان هذا هو المنصور بن أبي عامر ومن هنا نشأت علاقته داخل قصر الحكم بقرطبة سواء مع الحاجب المصحفي أو مع الفتيان الصقالبة أو حتى مع الجارية أمي ولد الخليفة التي هي صبح البشكنسية طبعا وصل خبره للخليفه الحكم المستنصر والحكم المستنصر كان خليفه كبيرا عظيما وهو نسابه وشاعر ومؤرخ وصاحب المكتبه المستنصرية التي اراد ان يبز بها بيت الحكمه في القاهره وبيت الحكمه في بغداد مكتبه تحتوي على 200 الف مجلد في بعض التقديرات وبعضهم رفعها الى نصف مليون مجلد فلما لقيه الحكم المستنصر اعجب به لقوة علمه وذكائه وتعدد مواهبه ولم تزل الايام تكشف يعني عن الاعمال التي تولاها وبرع فيها حتى يقول المؤرخون انسى بها من كان قبله ممن هم اكبر سنا واوسع خبره. تتذكرون لما تكلمنا في حلقه الحسن بن علي بن ابي طالب انه تولى القضاء والتدريس لاول مره فنبغ فيها نبوغا جعل علي بن ابي طالب يقول طحن ابل لم تعوض طحنه. فهذا المنصور ابن ابي عامر كان يتولى المناصب الكبرى التي تحتاج خبره ودرايه وممارسه فينبغ فيها ويبز فيها اصحاب التجارب. وتولى عديد من المناصب ومناصب مختلفه. يعني هو تولى القضاء وتولى الحسبه وتولى اداره الشرطه الوسطى اللي هي تشبه الامن العام الان او الامن الداخلي، واداره الشرطه العليا التي تشبه الان الامن القومي او يعني الحمايه الخارجيه. وتولى دار السكة التي هي الان وزارة المالية، وبعث في سفارة ومهمة دبلوماسية مع وجود تمرد في المغرب. يعني كان رجلا ويعمل كل هذا في نفس الوقت. فما ان مات الخليفة الحكم المستنصر حتى كان محمد بن ابي عامر هذا هو المؤتمن على ولده الصغير ولي العهد وهو القائم بشؤونه لانه الحكم لما مات كان ولي العهد ما يزال في العاشرة من عمره أو الحادي عشر من عمره هذه الرحلة الطويلة وهذه المناصب الكثيرة هذه الرحلة ما زال محمد بن أبي عامر بلغها كل ما بلغ ولم يبلغ الأربعين من عمره حتى هذه اللحظة وحتى أن الحكم المستنصر وصفه بقوله إنه لساحر لشدة ما يستطيع أن يعني يحل المشكلات وأن يتفوق في هذه المهام الموكلة إليه حتى على أهل السابقة والخبرة والتجربة طيب لما مات الحكم المستنصر وصار الحكم إلى ولده الصغير اللي هو هشام والذي تلقَّب بالمؤيد بالله هنا قام المنصور بالمناورات السياسية الكبرى التي أسفرت عن تفوقه جميعا ضد مراكز القوة في قصر الحكم فهو لعب على التناقضات بينهم احنا قلنا أنه لم يكن له قوة ولا عشيرة فبالتالي كانت وسيلته السياسه خاض معاركه معهم رغم ان كلها معارك خطيره ومع ذلك لم يخسر في واحده منها فاولا كان استعان بالمصحفيين يعني اللي هم اتباع الحاجب المصحفي على الصقالبه لكي يتخلص من الصقالبه الذين كانوا قد وصلوا في مركز النفوذ والقوه الى يعني ان صدر عنهم ظلم وطغيان للرعيه فاستعان بكتله المصحفيين اتباع الحاجب المصحفي على الصقالبه ثم استعان بغالب الناصري، وغالب الناصري هذا كان شيخ الموالي الاندلسيين وكان فارس الاندلس والقائم بالجهاد ضد الممالك الشماليه، فاستعان بغالب الناصري على هؤلاء المصحفيين. وفيما بعد لما غالب الناصري يعني صار يرى نفسه رجل الدوله، جاء محمد بن ابي عامر بامير المغرب وفارس المغرب جعفر بن حمدون وهو شيخهم ويعني يعني احد كان اميرا للمغرب. فجاء به مع جنده فدخل الاندلس فاستنصر به وصارت له شوكه على غالب وفيما بعد لما بدأ جعفر بن حمدون يدخل في المنافسه مع محمد بن ابي عامر استعان عليه بأبي يحيى التجيبي وهذا كان والي سرقسطه وكان شيخ التجيبيين فيعني المهم اختتم المنصور حياته وليس في الأندلس من قوة إلا المنصور ابن أبي عامر ويعني كما نكرر أن هذه سيرة كل من ارتقى إلى الحكم بمواهبه إذا لم يعتمد على عشيرة ولا لم يعتمد على قبيلة فهي سيرة حري بكل طارئ على نظام حكم أن يفقهها ويستوعبها ويهضمها لكي لا يأكله النظام القديم نواصل معكم مع المنصور بعد هذا الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نواصل معكم رحله الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر الذي هو من اعظم الشخصيات في التاريخ الاسلامي. آه كنت ذكرت لكم قبل الفاصل المعارك المتعدده التي دخل فيها المنصور بن ابي عامر آه كثير من الناس ربما حين يسمع هذا يظن ان المنصور كان ماكرا بالمعنى السلبي للمكر او يعني آه او غادرا وهذا ليس بصحيح المنصور في كل هذه المعارك كان صاحب حجه قويه وكان صاحب منطق سديد وكان يقظا يقظه تامه فليس فيها يعني ليس في كل هذه المعارك معركه يمكن ان يطعن به عليه دون خلاف ونظر واخذ ورد يعني لا يستطيع احد ان ينسب اليه الغدر بوضوح لا ابدا في كل هذه الخلافات كان المنصور بن ابي عامر صاحب حجه وهذا من عجيب بديهته وعجيب يعني ذكائه وتفوقه وقدرته فإن واحد يخوض كل هذه المعارك ومع ذلك يسلم من الطعن فيها فيعني هذا أمر عجيب جدا المهم في كل مرحلة من مراحل ارتقاء المنصور كان يصطنع الأتباع وكان يتألف القلوب وهو تحكي يعني هو ذو فراسة يعني يعرف بها من أين يدخل على المرأة ما هي مداخل الناس ف وتعدد مواهب المنصور جعلته صاحب مداخل لكثير منهم يعني منهم من بهرهم بعلمه ومنهم من بهره بحضور ذهنه سرعه بديهته ومنهم من بهره بسداد رايه وحسن مشورته ومنهم من اصطنعه بالاموال وبالكرم والسخاء ومنهم يعني من بهرهم ايضا بالشجاعه والاقدام طبعا المقام هنا لا يتسع للتفصيل لكن ابن ابي عامر في العلم كان عالما في ساحه الحرب كان مقداما في مجال السياسه سياسيا حكيما عند الشدائد والحاجات كان كريما وكان معطاء فلهذا كله التقت عليه القلوب وتعلقت به الابصار ونفرت عن غيره وكان دائما له انصار فما كان طبعا له أن يفعل ذلك لولا ذكاؤه الذي تمتع به وحسن فراسته وفهمه للنفوس وكذلك حسن إدارته للأموال يعني حتى أنه يعني شعبية المنصور واصطناعه للناس دائما ما جعلته يعني ما جعلته إذا دخل معركة مع فئة يكون له قسم معه فيها يعني يعني هو دلوقتي اعلن حربه على على فئه من الفئات او على مركز قوى سيكون معه منهم فئه فيعني صار له قسم من الصقالبه مثلا لما اعلن الحرب على الصقالبه وصار معه جل المغاربه لما مات شيخهم جعفر بن حمدون وحتى بعد ان انتهت دولته صار اتباعه يعرفون بالعامرين وكان لهم شان في سياسه الاندلس من بعده طبعا بنى المنصور عبر هذه الرحله ايضا قوه ذاتيه، يعني ذكرنا انه عربي معافري وكانت الدوله الامويه في الاندلس صارت تعتمد على الموالي من غير العرب لظروف ليس هذا موقع وتفصيلها. فالمنصور حاول ان ينفذ الى الرؤوس القبائل العربيه الموجوده في الاندلس واحياها من بعد ما كانت قوه مهمله وجمعهم ليكونوا قوته ومركز ثقله. والتفت الى جيش الحضره، جيش الحضره هذا يعني كان قسما عسكريا مخصص للدفاع عن قرطبه يعني كانه جيش حمايه العاصمه، فاعاد احياء هذا الجيش وصار يمده بالرجال والاموال وصار هذا الجيش قوه من القوه الاندلسيه التي صارت فيما بعد تبز قوه الجيوش الثغر، فبالتالي استقدم طبعا هو فيما بعد يعني هذا جيش الحضرة صار قوة تجادل وتجاهد الفرنجة وقوة أخرى اصطنعها حين جاء من المغرب بالفرق التي كان قائدها جعفر بن علي بن حمدون فصحيح كل هذا كان في إطار تفاهمات السياسة لكن استفاد من صناعة قوة ذاتية له وعدل الميزان العسكري الذي كان مائلا لصالح الصقالبه وكان مائلا لصالح جيش الثغور الذي يعني صار يدل احيانا بما له من الفضل والمنه فصار للمنصور بن ابي عامر له شوكه عسكريه بهؤلاء اذ رفعهم من الخمول والنسيان الى المكانه والاثر الجليل وحسن اوضاعهم الماليه والعسكريه واللطيف هنا انه حين فعل كل هذا فعله تحت سمع وبصر الجميع. يعني لا لم يحصل لا اعتراض من الخليفه ولا اعتراض من الحاجب المصحفي ولا من الصقالبه فكما يقول عنه المؤرخون انه رمى الدوله بها يعني هو لم ياتي بعشيره أه هدت الدوله او استبدل لا انما رمى الدوله بها يعني صارت قوته هو من قوه هذه الدوله وصار له مركز قوه جديد. وبهذه القوة العسكرية طبعا تخلص كما قلنا من من الصقالبة ومن المصحفيين ونافس جيش الصغور والقادة العسكريين الذين توانوا في صد جيوش الصليبيين ويعني لا شك طبعا لا يمكن أن يبلغ هذا دون اعتماد على ثقة الخليفة وثقة أم ولده التي هي صبح البشكنسية وعلى كل حال لا هذا كله لا يخدش مثقال ذرة ما كان لدى المنصور من الهمة والذكاء والإقدام والجرأة وحسن التدبير. المنصور بن أبي عامر يعني كعادة الشجعان المغامرين له أبيات شعر جميلة يقول فيها عن نفسه: رميت بنفسي هول كل عظيمة وغامرت والحر الكريم مغامر وما صاحبي الا جنان مشيع واسمر خطي وابيض باتر فسدت بنفسي اهل كل سياده وفاخرت حتى لم اجد من افاخر وهي قصيده طويله يفخر فيها بنسبه ويقول رفعنا المعالي بالعوالي حديثه واورثناها في القديم معافر على كل حال المنصور غزا بنفسه أكثر من خمسين غزوة بمعدل غزوتين في السنة الواحدة بل هم سبعة وخمسين أو ثمانية وخمسين غزوة وبعدما كان المسلمون يغزون في الصوائف جعلها صوائف وشواتي يغزو في الصيف مرة وفي الشتاء مرة في كل هذه الغزوات لم يكسر له جيش ولم تهزم له راية وفتح مدينة شانت ياقب التي هي سانت يعقوب في اقصى الشمال الغربي وفتح ليون وكانت عاصمه الصليبيين فوهنا وهنا هذه المناطق هي منطقه سانت يعقوب هذه منطقه لم يصل اليها فاتح قبله فالكلام في بطوله المنصور يطول لا شك لكن القصد يعني او الدرس المستفاد الكبير انه السياسي لابد له من بطوله واقدام والتاريخ يا جماعه الخير التاريخ يقدر البطل وان هزم ولا يقدر الخامل المتردد وان سلم يعني قليل من ابطال حركات المقاومه الذين انتصروا او راوا النصر لكنهم جميعا يسكنون القلوب يعني انظر الان وتامل في ذهنك في الذين قاوموا حتى لو لم يروا النصر يظلون ابطالا يكتبون في صفحات الشرف بينما المتمسكين بالواقعيه والبراجماتيه والمترددين المتهيبين قليل منهم من يسكن القلوب او يثير الخيال او يلهم تعرفون قول المتنبي لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام تالوا وبالفعل ليس اولى بهذا السياسي المغامر من امه منكوبه تشتاق للبطوله ويعني نحن راينا حتى في واقعنا المعاصر يعني راينا كيف انه البطوله والاندفاع حتى لو كانت حماقه وتطرف انها تثير احلام الشباب يعني البطوله في حد ذاتها امر ملهم مثير حتى لو انهم تطرفوا و يعني وكانوا متشددين انما هتلر هتلر مثلا هتلر لا يزال في قبره حتى الان مثيرا وملهما برغم ما أنزله من نكبة بألمانيا بينما لا يكاد يتذكر أحد أسماء من خلفوه من بعدهم فمسألة البطولة مسألة مهمة وضرورة للأمة لا سيما الأمة المهزومة لا بد لمن أراد أن يستثير شبابها ويستثير طاقتها أن يكون بطلا فمن أشد صفات المنصور أيضا أنه كان يقظا وطبعا بغير شك رجلا رجل صعد هذه الرحلة العصامية من ريف الجزيرة الخضراء وحكم الأندلس مؤكد مرة في رحلته بمئات التحديات التي تستوجب منه يعني يقظة وانتباه ويعرف بها العدو من الصديق ويحدد بها الخطوة القادمة ثم يعني رجل أيضا قضى على مراكز القوة وصار في منصب الملك مؤكد واجه من المؤامرات التي حاولت ان تزيله ما لا يمكن التغلب عليه الا بيقظه تامه ومما يقال عنه انه كان صاحب يقظه وكان صاحب سهر لا يكاد ينام ويجد في ذلك لذته وسنجد من تامل في سيره المنصور انه لم يسبق اليه عدو يعني ما ان يحاول احد ان يسبق الى المنصور الا ويجد المنصور قد سبق هو اليه فلم تكتمل عليه مؤامره الا وكان قد احبطها لم يرتب احد ضده امر الا وجد ترتيبه قد قضي عليه احيانا قبل ان يبدا وحتى الحاجب المصحفي الذي يعني كان يعني رفع المنصور بن ابي عامر وادخله القصر هذا حين سجن فيما بعد سجنه المنصور بن ابي عامر وصفه بالثعلب وقال في ذلك بيته المشهور لا تامنن من الزمان تقلبا إن الزمان بأهله يتقلب ولقد رآني والليوث تهابني وأخافني من بعد ذلك الثعلب ف يعني في الواقع شخصية منصور بن أبي عامر شخصية عجيبة متعدد المواهب واسع القدرات وكما قلت لا أعرف له شبيها يعني هو رجل تفوق في كل شيء صاحب علم حتى عمل بالقضاء صاحب سياسة حتى كان وزيرا وسفيرا صاحب تدبير للمال حتى كان تولى النظر على الخاص وتولى كذلك وزارة المالية صاحب حزم وقوة وتولى مهمات الأمن صاحب شدة وعبقرية عسكرية حتى يعني قاد الجيوش بنفسه وإحيانا كل هذا كان في وقت واحد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المنصور ابن أبي عامر صاحب الدولة العامرية وذروة التاريخ الاندلسي الذي بالفعل كانت وفاته نكبه على الاندلس ونكبه على الامه من بعده فنسال الله تبارك وتعالى ان ياجرنا في مصيبتنا في مصيبتنا وان يخلف لنا خيرا منها ونساله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.